البنات، لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا كلشي مزيان؟ اليوم البنات جيت نهضر لكم على الماكينه العاديه الصغيره اللي الصراحه نفعتني بزاف. هنتني من الحويجات الصغار ديال الوليدات الصغارين، يعني ما كنقدرش زعما ما نضطرش نخدم في الماكينه الكبيره، يعني كندوزهم غير هنا في هذه العاديه. يعني نفعتني بزاف في الكوزينه، السريبتات، الا كان عندك تقيشرات، الا كان عندك شي حويجات، شي سروال ولا شي تي شورت اللي خايفه يطلق ولا يخسر لك، كتقدر تدوزي غير بوحدو في الماكينه. وزعما زمان فعدني بزاف، الثمن ديالها ما غاليش، ما كتشدش لك البلاصه بزاف، فيها 4 كيلو كتهز الوزن. طريقه الاستخدام ديالها سهله كما هانتوما كتشوفوا البنات، كاين هنايا غسيل، كاين تفريغ الماء، كاين مفتاح التجفيف، يعني كاين فيها النشافه، هالنشافه ديالها كما كتشوف البنات ديالها صغيره، يعني انت كتقدري تخدميها تقدري ما تخدميهاش على حساب. وطريقه الاستخدام ديالها سهله، فيها 15 دقيقه. وهذا التيو هذا ملي كتجي تصبني من الاحسن ملي ما تحيديه، يعني كتخليه حتى تتعمري الماء ديالك هنايا في الماكينه ديالك، كديري خلاص تيد اللي كديري موالفه ودوزي الحويجات. مي كتسالي عاد كتهبطي هاد التيو هذا، حيت مي كتهبطيه وهي فيها الماء كيهبط لك، حيت ما كاملاش لي زوبسيون كاملين، يعني هادي اوتوماتيك، هادي عاديه، سمحوا لي هادي عاديه ولكن صغيره، هادشي نقدر نقول لكم. والثمن ديالها كما قلت لكم ثمن رخيص، الوزن ديالها 4 كيلو، ونفعتني بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم، وشكرا بزاف.